احنا نعمل مؤسسة تقرب وجهات النظر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ما بين الإسلام الإنساني العمل الإسلام الإنساني والعمل الإنساني غير الإسلامي. وأخذت هذه المحاولة 4 سنوات للتأطير لها والتنظيم لها وتجميع الناس إلى أن انطلقت حقيقيا بعد في عام 2008 اللي هو انتشر في العالم دلوقتي جدا، ان كتير جدا من القضايا او من الصراعات او مناطق الحوادث الطبيعيه في دول غالبيتها من المسلمين. واحنا بنبص ننظر على الخريطه الان نجد العراق فيها 3 مليون نازح، نجد سوريا فيها 7 مليون نازح داخل سوريا وحوالي 5 مليون لاجئ، نجد اليمن فيها قرابه 20 مليون محتاج نتيجة للصراع الداخلي الموجود هناك، وكذلك ليبيا حتى في جنوب السودان. نحن نقل لجنوب السودان لأنه هو جزء من المجتمع الإنساني الذي يحتاج مساعدات كثيرة، خاصة في ظل ما يحدث فيها دلوقتي من صراعات قبلية في أفغانستان، في ميانمار، في فلسطين، في ليبيا. كل هذه الدول تحتاج تقوية مؤسسات مجتمعات المدنية تستطيع أن تواكب أو تقف أو تدفع عن هذه الشعوب وهؤلاء الأفراد المشردين النازحين واللاجئين ويات الحروب والمجاعات الصومال يعني سيدي أقول الصومال كذلك إلى آخره. نعم دكتور، يعني المتابعة بين عدد كبير جدا من المساحات الجغرافية من المتابعينها عربية ولا عربية وإنما هو جوانب إنسانية بحتة. نعم هو الإنسانية جزء من تعليم الدين الإسلامي، يعني يطعمون الطعام على حبه مسكينا وفقيرا ومسكينا ومسيرا ومسكينا اليتيم والأسير. لأن المسكين هو مين واليتيم هو مين والأسير هو مين، حتى الأسير هو العدو بتاعك أو بتاعك هو على غير دينك في الواقع. إنما نطعمكم لوجه الله ببحبح. إحنا مشاكلنا العمل الاسلامي ان احنا بنضيع ما وسعه الله، وبعض الفقه المغلوط اللي بيناقش من بعض المشايخ اللي ما بيفقهوش ما يقولون بنحجم ونضيع ونقزم انسانيه الاسلام اللي هي شامله المغنيه من البنات المسلمين المسلمات بالاطعام الفقراء والمساكين الى حتى في الزكاة في بعض البنود مفتوح فقير مش هسميه فقير بقى شخص يفتي في الدين دون علم ده بنسميه ويبدا زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعتدي هذا الرجل من هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال سفهاء القوم الى اخره يعني بمعنى الصلاه. فاحنا مشكلتنا دلوقتي من يشرع للعمل الانساني على غير علم. أنا من وجهة نظري بقالي 35 سنة أو 40 سنة دلوقتي في العمل الإنساني الدولي إن في فقهاء في الشرع لا مجال في النقاش، لكن لا يفتون دون علم بالمجتمع، والذي يعطيهم معلومات المجتمع هم الفقهاء المجتمعيين. الموجودة في إفريقيا في شراكة ما بيناتكم، حدثنا عن هذه الشراكة وتقييمك لهذه الشراكة. علاقتنا بمنظمة الدعوة الإسلامية منذ زمن بعيد، يعني أنا بزور السودان بقى لي 41 سنة قبل أنتم بتم إيه؟ ما البابا كمان تاني. ويدخل المنتصر ده لا لا هو عنده 70 سنة، أنت عندك 20 سنة. تمام. النساء كلهم يقعوا من 20 ما يطلعوش. فقديمة يعني. سواء كانت علاقة على مستوى الأشخاص مسؤولين أو على مستوى العمل. الزيارة هذه كان هي كذا وجهة نظر، الأولانية نحن عملنا كذا ندوة عن العمل الإنساني، حتى سميت أنا في الندوة دي الكشف عن عوراتي، طبعا كل اتفضل، داخل أي عمل إنساني مجتمعي في عورات، في فساد، في كذا، في كذا، فلابد إن احنا محاسبين أمام الله سبحانه وتعالى، ما فيش لاجئ ده فيه أمام الحكومة، لكن أمام المجتمع. من حق المجتمع ان يسائل كل شخص في هذا الموضوع. فكانت احد المحاضرات الندوه اللي نظموها هناك. كان في ايضا في ورشه عمل لمناقشه اللي هو صعوبه تحويل الاموال في السودان
وخارج الإسلام، خاصة وتأثير هذه الصعوبات على فعالية العمل الإنساني داخل السودان. ودي جزء من 7 أو 8 دول احنا في المراشات دي كلها، في حيوان فيها باكستان وسوريا والصومال واليمن وفلسطين وبريطانيا، يعني علشان نتكلم عن تغول سلطات البنوك علشان تحول الاموال لكل ما هو اسمه سوريا الصومال المتعثرين، لا في قضايا معينه. يعني السودان عليها علامه استفهام كبيره في التحويلات الاقتصاديه، سوريا كذلك، غير حتى غير ناحيه غير الاقتصاد الاقتصادي، سوريا كذلك اي حاجه فيها سوريا تلاقي البنوك ما بيحولوش، الصومال واليمن كذلك الى اخره. فالامر ده مفروض يعني يرفع، لان اللي بيتاخر بمين؟ النازح واللاجئ والمريض الى اخره. نعم. فكانت دي ورشه عمل تانيه مع منظمه الدعوه الاسلاميه. طيب دكتور، يعني عمليا ذكرت عدد من الدول الكبيره جدا مستفيده من عمل المنتدى، عمليا بجد شنو المنتدى لكل الدول اللي ذكرتها؟ هو المنتدى بيرفع الوعي، بيبني الشراكات، يرفع الوعي عند المجتمع، بيبني الشراكات بين المؤسسات المحليه وبعضها البعض، بيدرب الكوادر اللي هي العامله في المجتمعات. يعني عندنا برنامج للمؤسسات السوريه لسه ناشئه بقى 3 سنين على رفع القدرات، نقل خبرات ليهم، بيشجعهم على العمل في المحافل الدوليه، بيربط جسور بينهم وبين مؤسسات دوليه ومؤسسات محليه. نعم. بيعزز الشراكه مع الحكومات. يعني احنا بنبص لكل الجمعيات بتاع مؤسسات المجتمع المدني او الانسانيه الى اخره، ان الحكومه هي جزء من الدوله. نعم. فلابد نتعاون كمؤسسات مجتمع مدني وكحكومه وقطاع خاص في بناء الدوله من داخليا وخارجيا والدفاع عن الدوله من اخره. وأضيف عليها في المنطقة العربية اللي هي المراكز البحثية والأكاديمية، لأن احنا ضعاف ضعاف ضعاف، ولا نؤمن لا ببحث ولا بفكر، وكل فلوسنا بتصرف بطريقة تقليدية. ربنا يجزيك إن شاء الله. دكتور، هل يمكن شيء جميل خلق روح التعاون والتفاهم ما بين الإنسانية جماعات في العالم الإسلامي؟ والشراكه ما بين المنظمات المجتمع المدني والرسمي زي ما ذكرت في حديثك الدكتور هاني، انت ذكرت نقطه مهمه جدا، نقطه التمويل. اي دوله بتسمع الكلام ده بتبادر لذهنه كيف بيتم التمويل لهذه الدول الاسلاميه اللي فيها مشاكل، خصوصا اذا كانت انه في دول يعني بيكون فيها خط احمر كده في التحويلات الماليه. كمان اللي في واحد دكتور هاني عشان زماننا خلاص كان عليها خطتنا المستقبليه في منظمه المنظمه الاسلاميه. هو التمويل يعني مثلا السودان بلد غنيه، لن اقبل ان حد يقول لي السودان فقير. نعم. واهم تمويل يجي من رجال الاعمال للسودان. انا ليه استنى الامم المتحده؟ وليه استنى مؤسسات مانحه؟ وليه وليه وليه؟ لماذا؟ بسم الله.